بسم الله الرحمن الرحيم، نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في ثالث فقرات برنامجنا الحوارية إن شاء الله لهذا اليوم من ساعة صبحية، وختامه مسك بالحديث عن الكينوا وهو أحد المحاصيل الهامة، المحاصيل الخاصة بالحبوب. هنعرف تفاصيل عنها أكتر، استخداماتها، وممكن أنا كنت بدردش مع ضيفي العزيز أكيد أنها ذات القيمة الغذائية العالية، بتدخل في العديد من الاستخدامات ونعرف تفاصيل أكتر. خلوني بس أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عمرو شمس، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعي. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. بداية كده للمشاهد اللي ما عندوش خلفية عن نبات أو محصول الكينوا، عرفه لنا وأهميته واستخداماته بشكل عام وعبارة عن إيه؟ بالنسبة لمحصول الكينوا، هو أحد المحاصيل الجديدة الواعدة في مصر. محصول بالأساس هو المنشأ بتاعه منطقة أمريكا اللاتينية. أكبر الدول أو أكثر الدول إنتاجا ليه هي دول بيرو، بوليفيا، وكذلك إكوادور وشيلي، وهذه سلسلة موجودة كلها على سلسلة جبال الأنديز شمال غرب أمريكا الجنوبية. دي الدول المصدرة لي ودول المنشأ بتاعه. ده محصول قديم جدا، 5000 سنة، فهو محصول قديم لدرجة أنهم كانوا بيقدسوه في هذه الدول، أن كان الإمبراطور زمان بيبتدي موسم من تقديس لهذا المحصول بالذات، لأنه بيسمى هناك أم الحبوب. يبدأ الموسم بتاع الزراعة بتاعه بفأس من ذهب، أنه يبتدي يزرع الحباية موسم الحصاد، موسم الزراعة بتاعة الكينوا. ده التقديس ده وناتج من القيمة الغذائية بتاعة محصول الكينوا، تحمل الظروف البيئية والجوية الغير مواتية، خلى المحصول ده ليه أهمية، مما جعل أن منظمة الأغذية والزراعة في الأونة الأخيرة خلت من كام سنة، سنة 2013 تحديدا، هي السنة الدولية للكينوا. ده بدأ من أن محصول الكينوا محصول حبوب في نسبة بروتين على سبيل المثال حوالي 16%. طبعا في أصناف كتيرة ممكن نتكلم عليها، لكن هو بيبقى فيه اختلافات في لون الحبوب نفسه، من الأبيض والكريمي إلى البرتقاني والأصفر والنبيتي والأحمر، ويمكن أشهر أصناف منتشرة في مصر الأبيض والنبيتي والأسود. المحصول ده الأحماض الأمينية الأساسية اللي فيه موجودة، وموجودة بنسبة مرتفعة، والجداول بتاعته دي موجودة على السنة الدولية للكينوا على منظمة الأغذية والزراعة، أي حد يحب يطلع عليها مباشرة. هلاقي أن الأحماض الأمينية وخاصة الليسين مرتفع جدا، يقارب البقوليات من حيث القيمة الغذائية. كذلك العناصر بتاعته كلها مرتفعة عن الحبوب الأخرى، وبالأخص زي الكالسيوم، الحديد. احنا بنعمل بعض المواد الغذائية بنعمل إضافات صناعية أو إضافات من مواد غذائية طبيعية، ده موجود بصفة طبيعية يجي 3 أو 4 مرات المتواجد مثلا مثل القمح أو الحبوب الأخرى. تتميز الكينوا كمان بأنها خالية من الجلوتين، فريف جلوتين. ده بيحل لنا مشكلة لبعض الناس اللي احنا بنستورد لها أغذية من برة جاهزة، زي الناس اللي عندها حساسية للجلوتين القمح. فأنا ما باكلش خالص قمح أو أي منتج فيه قمح على الإطلاق. باكل الذرة، باكل الرز، باكل أي منتجات تانية، وعندي مشكلة صحية، وبالتالي بستورد الحاجات دي من برا. كذلك في المرضى اللي عندهم حساسية متعددة، مش بس جلوتين القمح، لا الكازين والصويا وحاجات تانية. فالكينوا دهون محصول حبوب، وكمان القيمة الغذائية مرتفعة مقارنة بالبدائل اللي أنا باخدها مثلا من الذرة مثلا، يمكن القيمة الغذائية بتاعته منخفضة شوية عن الكينو، بالتالي أنت خليت فيه تنوع في الغذاء بتاعي، والقيمة الغذائية بتاعته بتبقى أحسن شوية، خاصة أن أنا ببقى مريض لأحد الحاجات دي. طيب ده الشق الغذائي بتاع الكينوا اللي اداله أهمية. هل هو دوام بس السبب اللي احنا جايبينه مصر؟ لا لا طبعا. كان الهدف من احنا ان يخش محصول زي دوام مصر، ان احنا عندنا التركيب المحصولي بتاعنا في مصر كله، احنا بنتكلم في حوالي 8 مليون فدان اراضي قديمه واراضي جديده. تمام. طيب المحاصيل اللي موجوده عندنا، محاصيل حبوب عندنا طبعا نقص في الانتاج بتاع كتير من المحاصيل عندنا في مصر، بالرغم من ان في مجهود كبير جدا في زياده الانتاجيه، ومصر يمكن من اوائل الدول في الانتاجيات حول العالم، يعني انتاجيه وحده المساحه الفدان عندنا بينتج اكتر من كتير قوي من الدول، لكن نظرا لوجود عدد كبير من السكان، الموارد الارضيه المحدوده، الموارد المائيه المحدوده، ده اللي خلى الناس تبتدي ان احنا نفكر في بعض المحاصيل
اللي احنا نزرعها خارج منطقة الوادي والدلتا مش معنى كده ان هي لا تصلح في الوادي والدلتا، لا تتزرع، ولكن احنا المستهدف ليها تتزرع خارج الوادي والدلتا يعني في الاراضي الجديدة، في الاراضي الرملية، اراضي المتأثرة بالملوحة، يبقى فيه جفاف نستخدم فيها نظم الري الحديثة زي الري بالتنقيط والري بالرش، تتحمل هذه العوامل وتدينا محصول مقبول. تمام. فالكينوا احد هذه المحاصيل، ويمكن كان في محاصيل تانية زي الكسافة وزي محاصيل تانية. احنا بنفضل احنا المحاصيل دي او المستهدف ليها كلها انها تزرع في او التجارب بتاعتها كلها تبقى على الاراضي الجديده او الاراضي الرمليه، ما ان احنا ما بنقولش انها ما تزرعش في القديم، لكن احنا بنحاول ان احنا نسيب الاراضي القديمه، يعني بتصلح في الاثنين القديم والجديد. بس حابين مثلا نبدا بتجربه كبيره ليها يعني وتوسع في مثلا الجديد. ان مثلا محصول الكينوا، طب انا بدل ما مزرعه في مثلا مزارعين قبلونا الفتره اللي فاتت دي في احد مذكرات التفاهم بيننا وبين منظمه الاغذيه والزراعه ان احنا كنا بنزرع، ففي بعض المزارعين حبوا زرعوا في اراضي قديمه، فانا ما كنا طبعا احنا بنساعدهم نديهم دعم الفني مجاني، لكن بنقول لهم في الاول يا ريت يعني انا مش حابب بصراحه ان هو يزرع في اراضي القديمه، بنحب ان احنا نوفرها للقمح او المحاصيل الشتويه الاستراتيجيه الاستراتيجيه الاخرى، لكن ما فيش ما يمنع في القانون من هذا. طبعا هي ما بتزرعش بمساحه كبيره، لكن كان من اخر الاحصائيات اللي كانت نازله من خلال منظمه الاغذيه والزراعه ان مصر بتستورد حوالي 100 طن سنويا، ده بالاضافه للجزء اللي هو المنتج المحلي. لكن احنا بننتج في مصر محليا كميه كبيره، يعني مش بالاف الاطنان، لكن كميه، لان هو لسه المحصول مش معروف، لكن متواجد كبير قوي في الهايبر ماركت والسوبر ماركت اللي هي العاليه شويه. طبعا اللي بيبتدي الاجانب، الناس اللي بتعمل حميه غذائيه سواء الرجيم او سواء بيلعبوا رياضه او كده، ده بيستخدموه. طبعا معروف قوي، جالي ناس كتير، انا ابتديت اعرف الحكايه دي مع الكينوا بصراحه، الناس اللي عندها مشكله حساسيه الجلوتين، الحساسيه المتعدده، بعض الدكاتره ابتدوا يكتبوها للناس اللي عندها مرضى السكر، عندها بعض الامراض زي الكانسر. يعني دي بتدي قيمه غذائيه بتساعدني شويه على المقاومه. فابتدى بعض الناس تيجي، طب انتوا عندكم كينوا، طب احنا عايزين نشتري الكينوا، طب هي بكام، طيب كده، بحيث ان هم عايزين صحيح. بعض الناس كتبوا لهم، وهي موجوده في السوق لكن لازالت لانها مستورده بارقام صحيح. مرتفعه شويه. طيب دكتور عمرو، زي ما حضرتك عارف ان المزارع هو انسان ذكي جدا، ما بيعرفش بياخد تجربه الا لما تكون ناجحه بفضل ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ثم بفضل التجربه. هل حضرتك شايف ان نبات الكينوا للمزارع اللي بيتساءل دلوقتي وما عندوش خلفيه عنه حابب يزرعه، ليه جدوى اقتصاديه، عمليه التسويق اللي بيبص ليها المزارع في المقام الاول قبل زراعته، تحب تطمنه وتقول له يعني هذه الاشياء؟ طيب هو انا احب يعني المزارع عندنا او كده اقسمه لشقين. اتفضل. في جزء المزارع اللي هو انا ما عنديش خلفيه قوي عن المحصول، لان المحصول ليه معاملات ما بعد الحصاد، فلو انا ما عنديش خلفيه قوي عن محصول الكينوا، لا انا لازم انتظر شويه لغايه ما اخد الدعم الفني المناسب، لان ده بيترتب عليه عمليات في عمليه التسويق. لكن كان بيجي لنا على سبيل المثال بعض الشركات اللي لسه ناشئه، هي لسه ناشئه بتشتغل في الكينوا في مصر، انا مش هقول اسماء، لكن في بعض شركات وافراد بداوا يزرعوا الكينوا في مصر، ده من سنوات على فكره. احنا كمركز بحوث الزراعيه احنا بدانا الكينوا بالظبط تحديدا موسم 2005 2006، كان في جنوب سيناء في نويبع، وما اقتصرش الشغل على زراعه جوه المحطات البحثيه وكده، بالعكس اشتغلنا بره في شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها على محصول الكينوا مع المزارعين. كان في معانا شركات من خلال بروتوكولات ومذكرات تفاهم، كان في معانا افراد منتفعين، وكان في بعض الشركات لها براندز موجوده في السوق، يعني في منتج نازل بيه في السوق. تمام. مش على سكير كبير لكن موجودين بجانب المنتجات اللي هي المستورده من الخارج. فطبعا الجزء اللي هو اوريدي كان بيشتري من بره وابتدى يلاقي المنتج ده موجود في مصر، فهو بيجي لنا، طب انا عايز ازرعه في مصر، هستفيد من ان انا بزرعه بمبلغ قليل في مصر اقتصاديا. احنا كنا عاملين في كذا بحث منشور سواء في مؤتمر الكينوا في دبي او في بره، على ان اقتصاديات زراعه الكينوا في مصر ارخص من كتير في دول المنطقه بتاعتنا، فهو محصول واعد اقتصاديا، خاصه انه ممكن يكون كيلو بتاع الكينوا ده بيتباع هنا من حوالي كيلو اللي هو بيتباع سايب كده حوالي 120 جنيه اللي هو المستورد ده لغايه مثلا 200 جنيه كيلو. طبعا ده غالي جدا بالنسبه للمستهلك المصري او متوسط العام المستهلك المصري.
اما بالنسبه لبعض الشركات فابتدت ان هي تيجي، احنا ممكن نزرعه في مصر، بالفعل ده نجح وثبت نجاحه من مده طويله، واحنا بنزرعه على سكيل موجود، فابتدت الناس ان هي تيجي. طب احنا هنعمل ايه بعد كده؟ طبعا الكينوا عليها ماده السابونين موجوده من بره، عمليه التنظيف لان ده محصول غذائي مش هتعامل معاه زي مثلا محصول القمح او محصول الذره، دوبك ان انا هزرعه واقوم عامل عمليه الدراسه وابيعه. لا صحيح. المزارع اللي هينتهي لغايه كده ده، لغايه النقطه دي كده، هقول له بعد اذن حضرتك نستنى شويه، او حضرتك عايز تتحمل الريسك ان انت تزرع وبعد كده انت عايز تعمل المنتج، لان بعض الدول بره مش بس المزارع يزرع المحصول ويسلمه للتاجر الوسطي زي ما احنا عارفين عندنا في مصر. تجار الوسطيين دول اللي عاملين لنا يعني معلش مش كلهم ولكن في جزء منهم عامل لنا مشاكل كبيره. صحيح. بيبقى المزارع المزارع بينتج بسعر صغير جدا، وبعد المزارعين بيسيبوا المحصول في الارض وبعد وبيتباع في السوق برقم كبير جدا. طب الحكومه بتوفر الاسمده بتوفر حاجات كتيره، المزارع بينتج بنسمع ان هو بيبيع بسعر رخيص. طب ايه فرق دون جاي من ده؟ بقول له لو انت هتنزل السوق بالمنتج بتاعك يبقى انت هتقدر ان انت تغطي النقطه دي، ولا وان شاء الله ونقدر نحاول ان احنا نساعد معاك لغايه ما توصل لنقطه زي كده. صحيح. لكن لو انت عايز تقف بس لغايه النقطه دي، تقول لي بقى طب ومين هياخد مني ومين مش عارف هيعمل ايه ومين هيسوق لي ومين هيبيع لي وشوف لي مين اللي كده، لا استنى شويه، لان هو اوريدي اللي داخل دلوقتي مش ان احنا مش عارفين اشخاص او كده، انا طبعا مش عايز اذكر اسماء شركات، لكن الناس اوريدي حضرتك هي بتيجي فبتزرع لنفسها. يعني انا دلوقتي لقيت انا بستورد، اوضح بس السوق المصري موجود ايه في مجال الكينو. اتفضل. اول حاجه حضرتك بدات من فتره ان انا بستورد المنتج من بره في الكيس بتاعه زي ما هو معبأ في بيرو بوليفيا في اي دوله، في ايطاليا في امريكا في اي حته، جيبه زي ما هو وبيعه على الرف عندي وبكميات بسيطه. تمام كده. في جزء تاني ان انا بستورد وعبي هنا في مصر، لان ده اتعمل عليها دراسه مش مجرد كلام عشوائي. في جزء بقى حضرتك اللي انا منتج مصري ومعبي المنتج بتاعي في الاسم بتاعي المصري موجود على الرف هنا في مصر. تمام حضرتك كده. تمام. فانا كمنتج مصري انا خلاص انا بزرع بنفسي عشان انا انا عايز اكسب. فانا ابتديت ان انا لا انا هستورد، لا طب انا هنتج هنا هون في مصر او معايا مجموعه من الشركاء هننتج، حد هياخد الانتاج وفي عمليات التنظيف وانا هعمل عمليه التعبئه واحط في السوق عمليه التسويق وخلاص اشتغلنا وليها مكسب ظريف. اي نعم المبيعات بتاعتها ما هياش كبيره دلوقتي، لكن بقى في مكسب كويس نتيجه ان انا عندي في مصر هنا الاسعار بتاعتي كويسه جدا مقارنه بسعر الدولار. يعني في ناس شافت ان موضوع الدولار، طبعا مش هعمم الموضوع ان كان نقمه للبعض، لكن كان في ان الدولار ده لا خلانا عندي المنتج الزراعي بتاعي سعره كويس، وبالتالي انا بقيت كاتبينها في بحث منشور دولي ان انتاج الكينوا دون في مصر مقارنه بدول تانية كتيره عندنا رخيص كويس جدا. فانا راجل كمستثمر دلوقتي لا انا لو انا هجيب خط تنظيف بقى متكامل احطه هنا في مصر. صحيح. خلال سنتين ثلاثه من كميه كينوا صغيره اقدر اتوسع في المساحه. صحيح. بتاعتي واكون حطيت استابليشد اوريدي الخط بتاع التنظيف ده والتعبئه. كينوا لا تقف على انها تبقى محصول حبوب ان انا حبوب حطيتها في اكياس كده وخلاص. لا ان انا بنتج كمان منها الدقيق، اطحنها وانتج منها الدقيق، تخش في منتجات غذائيه متنوعه كتيره. في بعض الدول بتنتج منها كمان المكرونه وبعض منتجات غذائيه كتيره متعدده، البسكويتات، المقرمشات، البنين بالعجوه، الحاجات اللي هي اللي هي دي. كذلك الخبز بقى اللي هي المنتجات الغذائيه اللي هي الفريش. الخبز بس الخبز مش 100%. برضو اللي نبتدي نتكلم على المنتجات الغذائيه اللي بتتعمل من الكينوا، كنا احنا عملنا بحث زمان قوي والناس ابتدت عملت عليه مشاريع اللي هو استبدال دقيق الكينوا مع دقيق العيش. فاحنا عملنا استبدال من نسبه 10-20 لغايه 50% دقيق كينوا مكان دقيق القمح. طبعا. وكان من نسبه 10 لغايه 20% دي نسبه كويسه جدا ترفع لي القيمه الغذائيه، عشان زي ما انا قلت لحضرتك لو انا نفترض مثلا عشان يبقى حاجه بسيطه عندي حاجه تركيزها عالي وحاجه تركيزها منخفض، لو عملت عمليه خلط بين الاثنين هترتفع القيمه بتاعه دي. فاحنا لما بنحط نسبه من الكينوا دي من دقيق الكينوا على دقيق القمح باي نسبه هي كده كده بترفع القيمه الغذائيه. كان فاضل لنا جزئيتين، جزئيه اللي هي بتاعه الطعم والمذاق، والجزئيه الثانيه عشان زي ما قلت لحضرتك ما فيش عندي جلوتين. تمام. فرغيف الخبز عندنا في مصر مش زي الدول الثانيه، احنا عندنا رغيف الخبز اللي هو البلدي. اللي هو انا عايز الشبكه بتاعتي عايز الجلوتين. تمام. وبالتالي عشان ما ياثرش ده فكانت نسبه 10-20% دي كانت نسبه مناسبه جدا. اما فاضل لها بقى جزئيه او تركه صغيره اللي هي الاقتصاديات او الفلوس او النفقات بتاعتها. تمام.
في حضرتك بقى منتجات تانية، الفينو منتجات تانية، هل النسبة دي بقى خلاص ثابتة في كل المحاصيل؟ لا. أو في كل المنتجات الغذائية؟ لا. بتزيد وتقل على حسب المنتج الغذائي اللي أنا بطلعه من الكينوا، بعمل بيها تورتة، بعمل بيها بيتزا، بعمل بيها منتجات كتيرة. وفي أنا مش عايز برضو أعمل دعاية عشان منخشش في مطب، لكن في بعض الشيفات هنا اللي عندها بتعمل حاجات لمنتجات غذائية وموجودين في مصر، مش واحد ولا اتنين، كذا حد عاملين منتجات غذائيه موجوده كتير لمرضى حساسيه الجلوتين وحساسيه متعدده من الكينوا دي، وداخل فيها الكينوا بيخش فيها الكينوا. فدي بتمثل حاجه جميله جدا، ويمكن دي احد الحاجات اللي عجبتني، ان احنا مش بس بنعمل نساهم في موضوع الامن الغذائي، لكن كمان احنا بنحل مشكله لبعض المرضى اللي هم عندهم مشكله. والفكره مش ان انا يبقى بس عندي مشكله ممكن اكون قادر عليها، لا، النقطه ان انا اوفر الحاجه دي بسعر معقول، لان صحيح. ممكن انا مريض ومش قادر، نعم، وما عنديش فرصه لان ما عنديش بديل تاني غير الموضوع ده. صحيح. لو نحب نتكلم على الكينوا، احنا بنزرع الكينوا في مصر كمحصول شتوي، تمام، زي ما قلت لحضرتك احنا بنزرعه يفضل زراعته في الاراضي الرمليه. انا حابب اتكلم برضو على الظروف المناخيه والبيئيه للزراعه بتاعه الكينوا بشكل عام، بحيث برضو ازود للمزارع دلوقتي المعلومات الخاصه عنها والظروف المناسبه بالظبط. احنا نقول هو بيتزرع امتى وكده عشان نحط الموضوع في اطار بسيط، تمام، بالنسبه للمزارع. احنا بنزرع الكينوا عندنا في مصر زيه زي محصول شتوي، تمام، اتقرب من محصول القمح. تمام. انا بفضل ان انا ازرعه في الاراضي الرمليه، الاراضي الجديده، عشان اوفر في الاستهلاك. تمام. يفضل ان انا ازرعه بالري بالتنقيط على خراطيم المايه. طب احنا ما بنزرعوش بالرش؟ لا، بنزرعه بالرش. بنزرعه في الاراضي القديمه حسب نزرعه في الاراضي الجديده القديمه، والري بالغمر. لكن انا بوفر في استهلاك المايه بتاعي بهذا الاسلوب، بياخد حوالي تلت استهلاك القمح. تمام. لو انا بزرعه في اراضي قديمه، فانا هوفر ريه من الاخر، او ريه من ريتين القمح من الاخر من بتاعه النباتات. طيب، النبات ده بزرعه حوالي في شهر نوفمبر، تمام حضرتك، وكان بيستمر لغايه منتصف ديسمبر، ولكن للظروف المناخيه وارتفاع درجات الحراره فان احنا كفايه علينا ان احنا في الفتره دي نزرعه في شهر نوفمبر، والزراعه المبكره ليه في اخر اكتوبر. طيب، المزارع الذكي شويه اللي حابب يعني ما يغامرش وفي نفس الوقت يجرب، هل بيبقى في زراعه تحميليه عليه مثلا ممكن يحمله على زراعه تانية بحيث انه ممكن يجرب نبات الكينوا مع الزراعه بتاعته الاساسيه، نجحت بعد كده توكل على الله، ما نجحتش؟ اقول لحضرتك ده سؤال ممتاز جدا. الله يعزك. بالفعل احنا الموسم اللي فات دون كان في احد المزارع، وهي المزارع الخاصه بدون اي اسماء، حوالي 50 فدان زرعوا بالاسلوب دون. نعم. كان الفكرة بتاعتهم، أنا دايما لما حد مزارع يقول لي أنا عندي أرض وعندي كذا بيفوت أو مستثمر عايزين نزرع 100 فدان، ثانية واحدة، أنا ماشيين بسيستم، السيستم ده إن حضرتك تجرب قدامك، ولما يبقى في قصة نجاح قدام حضرتك، حضرتك اللي بتقول أنا عايز أخد ده وعايز أتوسع. صحيح. تمام حضرتك. نعم. حتى لو أنا مستثمر كبير وتفر، أنت حضرتك قررت إيه بعد كده، لكن دايما الحمد لله بيبقى قدامنا قصة نجاح. فأحد الـ على الطريق الصحراوي، أحد المزارع الكبيرة عندهم زراعة في كان فيه كمثرى وفي أشجار موالح وفي كده، دايما التحميل تحت الأشجار، أنا عندي المحصول الرئيسي بتاعي محصول الأشجار، وعندي خراطيم بتاعتي بتاعت الري موجودة أوريدي، وإحنا زرعينه في شهر نوفمبر، يدوبك المية ومفيش، وكان هو واخد الخدمة بتاعته، وابتديت بين الشجر، المسافة اللي بين الشجر دي بس مسافة بين الشجر 50 سنتي من هنا و 50 سنتي من هنا، واخد الزراعة، كان هو زرع على تقريبا على فكر النقاط حوالي 30 سنتي أو 50 سنتي، وتفر ايه التنقيط مش هيفرق معايا، بدان بيعمل كفر الدايرة بتاعتي بتاعت التنقيط بتغطي بعضيها، بعمل جورة على حوالي 20 سنتي أو 30 سنتي، وأعمل نباتين أو ثلاثة في الجورة، تمام، وازرع النباتات دي. محصول اللي طالع ده عندي ده عبارة عن محصول ايه؟ أنا كده دلوقتي بالنسبة لي ما دفعتش اي حاجه الا مصاريف بتاعتي بتاعه الزراعه، وهيبقى مصاريف بتاعتي بتاعه الحصاد، ولو حصل اي اصابه بسيطه بالبياض الزغبي نتيجه رطوبه او اي حاجه زي كده، لكن الميه نازله اوريدي عندي على الخراطيم بتاعتي، انا ما بزرعش بين الاشجار، ده انا زرع على الخطوط بتاعه الاشجار نفسها. صحيح. في بعض الناس لا، بتحط خراطيم تانية بين الاشجار وتزرع في الاشجار الجديده. فبالنسبه لي الاولاني ده، انا بالنسبه لي انا ما اتكلفتش تكلفه خالص، وانا جربت وطلعت المنتج بتاعي، طلع المنتج بتاعي، ابتدى اعمل عليه بقى المعاملات، اقيمه
القيمه الغذائيه بتاعته ايه، ابتدي اجري عمليات التنظيف اللي هي لسه عليها شغل لغايه دلوقتي، عمليات التنظيف بحيث اوصل للكواليتي بتاعي بتاع البرودكت بتاعي اللي طالع، وابتدي اكتب المواصفه بتاعته على منتج. انا عايز في الاخر اقول انا والله المنتج اللي انا انتجته دون النظافه بتاعته قد ايه، الصابونين بتاعه اتظبط، القيمه صحيح. الغذائيه بتاعته اللي هي اللي موجوده دي ايه، وابتدي ان انا اطرحه في السوق. فلو انت عايز تعمل بالطريقه دي اوكي. اما المحاصيل اللي هي العاديه فانا عندي المحاصيل اللي معاها في الشتاء ايه، ده محاصيل قمح ومحاصيل فول، يعني انا مش شايف ان احنا ممكن ان احنا نعمل تحميل لبعض المحاصيل مع انه تخصصنا في التكثيف المحصولي صحيح. لكن مش ان احنا نحمل المحصولين دول مع بعض يعني مش. لكن التحميل تحت الاشجار ده ممتاز جدا، وبيخليني ان انا جربت من غير ما اكون ما دفعت تقريبا ما دفعتش فلوس زياده صحيح. الا الحصاد لانه هيبقى على مساحه كبيره تمام. هيبقى عمليه الحصاد وعمليه الزراعه وبعض المصاريف الصغيره ده ممكن كمان توفرها وتسهل موضوع الزراعه التعاقديه بشكل كبير جدا. الزراعه التعاقديه ممتازه جدا لان ده كان فيه مشكله في المنوفيه ان بعض الناس لما لقت الاسعار كبيره كده هون بدات تروح عند المزارعين وعايزين نزرع، وبعد كده حصل معاهم مشاكل فما خدوش منهم المحصول. فاحنا بنقول لا، هي زراعه تعاقديه بس تتاكد الاول من التقوي بتاعتك، المصدر بتاع التقوي بتاعتك ان انت بتبتدي ان انت تنتجها، ايه السعر بتاعي اللي هيبقى المرضي. التقوي متوفره يا فندم؟ التقوي ابتدينا من خلال منظمه الاغذيه والزراعه ان احنا بعد تقييم عدد من التراكيب الوراثيه ان احنا تسجيل صنف، وحاليا على وشك الانتهاء من تسجيله تحت اسم مصر واحد في مركز البحوث الزراعيه معهد بحوث المحاصيل الحقليه. جميل جدا. حضرتك بالنسبه للاسعار اللي موجوده في السوق، ايوه، لان دي نقطه مهمه هقولها للساده المزارعين علشان ما يحصلش دروب او اي حد يخدعه. مبدئيا اي حد من مركز البحوث الزراعيه من وزاره الزراعه بتقدم دعم فني مجاني. يعني ايه؟ احنا بنقدم الارشاد، بننزل خلال الارشاد او المناطق الصحراويه، ولو ما فيش ارشاد بننزل وبرده مجاني، يعني ما حدش ياخد فلوس. تمام. اما بعض الافراد اللي هي بتنزل اللي هي بتستغل ده الكيلو ب 200 جنيه، ده انا هبيع لك تقاوي ب 500 جنيه وهنبيع بقى ب 20,000 ومش عارف ارقام كبيره. ولما يبقى ب 200 جنيه يبقى الطن بكام؟ ب 200,000 جنيه. هو بيتباع بكام؟ لازم احنا نسال نفسنا. الراجل اقل سعر بيتباع في السوق حوالي 120 جنيه الكيلو. طيب الراجل ده هل ده السعر اللي هيتاخد في المزرعه؟ لا. طب ليه؟ الفتره اللي في الاول كان في ريسك والمبيعات مش كتير، حط المنتج بتاعه وليه فتره صلاحيه صحيح، وبيعدي المده دي ومش بيتباع، وكان بيستورد اساسا من بره ما بياخدش من المنتج المحلي. ايوه تمام كده اهو. ابتدى يبقى في منتج محلي بس المنتج المحلي ما وصلش لجوده معينه. الاول الاسعار كانت حوالي اسعار المزرعه كانت بدات من 20,000 جنيه، نزلت ل 16,000 جنيه ل 12,000 جنيه، يمكن الموسم اللي فات اللي كان جزء اللي هو المخلوط حوالي 8 ل 12,000 جنيه على حسب الكواليتي بتاع الحاجه، والاورجانيك كان يمكن 17. تمام حضرتك كده. طب ايه الفرق الكبير قوي دون؟ في ناس بتخدع وناس بتغش منه، عشان كده بقول لحضرتك لو قدرت تخش السوق يبقى ده افضل. صحيح. اوضح نقطه يمكن دي اللي بتعمل هادر في المحصول، النظافه بتاعه المحصول اللي انا بعملها دي، انا منظف المحصول بذره بتاعتي نظيفه. حضرتك نظفت على مستوى اللي هو بتاع المزرعه ده اللي هو من شويه القش ودون، لكن لسه ممكن يبقى فيه رملايه او حاجه انا كل احطها في فوق. انا كمستهلك مش هاكل الكينوا دي، كنا على جنب. كمان الكينوا بتاعتي دي لازم الصابونين بتاعها يتظبط لغايه نسبه معينه، ده من الكواليتي كنترول اللي انا بعتمدها ان هي الكينوا دي مسموح ليها لتغذيه الانسان. تمام. فمش اي كينوا دي، عشان عمليه صحيح. التنظيف بتاعها بتعمل اهلاك لو في كذا طريقه لازاله الصابونين، منها الطريقه الراطبه الغسيل تجفيف الصابونين ده وتركيزه وتجميعه، ده بيستخدم في حاجات كتيره منها مبيضات فطريه ومنها مستحضرات طبيه ومنها حاجات كتيره جدا، وجات لنا ناس كتيره من صيدله عشان تشتغل عليها. تمام. وفي حضرتك جزء تاني بيشتغل عن طريق عمليه الصنفره، مكن ما بيفهمش حاجه بيعمل عمليه صنفره. الصنفره دي بتقلل من الوزن بتاع الحبوب دي، يعني حاجه بقلل منها، مش هتاخد اللي هو المراد منه. انا لو بنتج مثلا طن ونص ممكن في الاخر يبقى طن 200 كده. صحيح. يبقى فيه هوالك كتير العمليه دي. فالافضل اعتقد الغسيل صح، على حسب السيستم اللي موجود او اللي انت جايبه من بره. والغسيل احنا مش ميه دي هدر كده، لا ده بيبقى دوره ميه بتعمل غسيل وتعمل تركيز وكده. تمام. كذلك الكينوا دي في منها اصناف وفي منها انواع مختلفه، من زيرو سابونين لغايه نسبه صابونين، ما فيش مشكله ان يبقى فيها او ما فيهاش صابونين لان احنا بنعمل عمليه تنظيف ليه.
تمام. فيعني خلي بالنا كمزارع ان احنا نعمل زراعه تعاقديه. تمام، اتمنى يا رب التوفيق وان شاء الله باذن الرحمن مزيد من التوسع في زراعه الكينوا هذا المحصول الهام، مهم جدا ان حضرتك عرفتنا عليه واديتنا التفاصيل الخاصه بيه. اعتقد مزارعين كتير اللي شافونا دلوقتي ممكن يضعوا في وضع الاهتمام في الزراعه بعد كده، والاهم من كل ده ان حضرتك اكدت لنا تكون زراعه تحميليه او ممكن تحمل على زراعات اخرى بحيث انها تكون زي تجربه يقدر يستفاد منها الفلاح، ولو نجحت يكمل مسيره بعد كده. بشكرك جدا دكتور الحقيقه بتعطينا بالمعلومات الجميلة عن هذا المحصول الكينوا. شكرا لك الأستاذ دكتور عمرو شمس أستاذ مساعد مركز البحوث الزراعية. شكرا يا فندم. أيضا بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. إن شاء الله غدا اللقاء تجدد مع كرو عمل جديد من برنامجكم الساعة الصبحية. أمانة بمشيئة الله ألقاكم يوم الأربعاء القادم. تحيات فريق العمل وتحياتي عاصم الشندويلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.